يعطيكم العافية. هسه نبلش موضوع الستاتيك لأنتي تيرمنت بروبلم. مثل ما كنا نعرف بالستاتيك، لو كان عندي هذا بين سبورت رولر سبورت، هذا بقدر احله من الستاتيك واخذ المومنت هون سيجما فيكس سيجما فون. بس بحيث لو كان عندي انا سبورت الزيادة هون، صرت احكي لك انت ما راح تعرف تحله. هاي مش زين، خيال عنده خيارات، هو ابن عمه وبشار عفاره. هذا هيك ان ديتيرمنت ما بعرف احله بالاستاتيك. هسه احنا هون هاي القوة اللي هون مش محورية، يعني مثلا وجود الرياكشن قوة مش محورية، فأنا ما راح ناخذ هذا الشيء، احنا راح ناخذ الشيء هذا، راح ناخذ لما يكون عندي وصل زي هيك اسطوانة، هذا بقدر احله على الايلود زي هيك بقدر احله. أما لو كان زي هيك ما بقدر احله، بصير عندي هون سبورت، بصير عندي هون سبورت، هذا ما بقدر احله بالستاتيك. والقوة عندي محورية، فلو عندي لود أنا مثلا هون نغير اللون، لو عندي اللود موجود هون بكون معطيك طبعا المسافات، هاي المسافة كم وهاي المسافة كم وهاي المدلس في الأساسية كذا، بقدر أحله بقدر أحله. طب هذا الشيء كيف بدي أحله؟ بدي أطبق إشي اسمه الفورس ميثود. طبعا انتم هون هذا الاشي ما عمركم شفتوه بحياتكم، هذا الاشي بتخلوه بس راح شفتوه، بس نقدمه مع بعض احسن لنا مش نحل اسرع، نحل ونجيب فل. تمام، بنطبق اشي اسمه الفورس ميثود. طريقة الفورس ميثود هو بحكي لك انه لو عندي اسطوانة زي هيك، هاي indeterminant. طبعا سؤال اجى الفصل الماضي، عندك وصلة زي هيك، اسطوانة زي هيك، عليها ايش؟ سبورت عليها ايه. بقول لك كان مشان اطبق طريقة الفورس ميثود بحكي لك اوجد لي الديفليكشن عند السبورت. الديفليكشن عند السبورت زيرو، صح. طيب بقول لك طريقة الفورس ميثود عشان تحسب الرياكشن، عشان تحسب الرياكشن اللي هون اللي بالسبورت. ولما بدي احسب الرياكشن يعني انا فعليا صار عندي جسم ديترمنت، صار بامكاني اوجد الستريس، صار بامكاني اوجد الديفليكشن، راح تقول لي فانا عشان احسب الرياكشن بقول لك اول خطوه ما بكتبش ريموف وان سبورت، شيل سبورت، احذف السبورت كامل ولا كانه موجود. بدي احذف السبورت ها. كيف صار الشكل عندي؟ صار عندي الشكل زي هيك. هسه لما صار عندي الشكل زي هيك، انا الجسم فعليا من نتيجة اللود استطال. الجسم نتيجة هذا الاشي استطال، هاي هي الديفليكشن. هاي الديفليكشن تسميها بيفور ديفليكشن، قبل ايش؟ هسه بقول لك قبل ايش. فهذا ديفليكشن بيفور. هسه بنفس الوقت هذا ايش بسموه مثلا؟ خلص بديش اسمي لك، يعني بديش افوت لك ستراكشر، وانا بدي اعطيك المبدا. فهذا اس بيفور، يعني ديفليكشن قبل ايش؟ قبل ما اشيل اللودات اللي على هاي. هسه بقول لك هسه هذا ديفليكشن زيرو، صح، وهذا الديفليكشن زاد. هسه بدي ديفليكشن ثاني يرجع لي هاي الاستطاله للصفر، بحيث انه ما يكون عندي ولا لود بالنص ولا لود خارجي. هذا اللود بسموه اكسترنال فورس. يعني بترجع ترسم الرسمه تيجي زي هيك، وبتحط عليها قوة الرياكشن، يعني هذا سميته A وهذا سميته B، يعني هاي RB رياكشن B. بقول لك حط لي قوة الرياكشن المجهول اللي أنا ما بعرف شو هاي RB.
هاي بتعمل لي قوة كومبريشن، يعني راح تضغط لي الجسم، راح تضغط لي الجسم لجوا، فيصير عندي زي هيك. فهاي اس افتر. هسا لو جمعت الديفليكشن بيفور زائد الافتر شو بيعطيني؟ بيعطيني الديفليكشن بالشكل الاصلي، يعني هاي يساوي هاي زائد هاي، هاي زائد هاي. ف بحسب الديفليكشن هون. طبعا هذا السؤال صار زي ايش؟ زي سؤال الاسطوانات اللي حليناه اول شيء. راح اقطع مره هون، راح اقطع مره هون. طبعا اي شيء بقطعه هون بدي اقطعه بالجهه الثانيه، يعني بدي ارجع برضه اقطع هون مره واقطع هون مره، بس القطعين نفس الشيء راح يعطوني نفس اللود. فانا ايش بعمل؟ بحكي هاي المعادلة الريموف وان سبورت. الخطوة الثانية فعليا فايند ديفليكشن، اي فايند اس بيفور، اوجد الديفليكشن قبل، اوجد الديفليكشن قبل. شو الديفليكشن قبل؟ اللي انا حكيت لك عنه، احسبها. يعني هذا الشكل زي ما هو حله كسؤال. الخطوة الثالثة فايند S after in term of R، يعني أوجد ال S after بدلالة الرياكشن. بعدين خطوة أربعة write compatibility equation. شو يعني compatibility equation؟ يعني معادلة. بس أنا في عندي إشي اسمه معادلات اتزان، وفي عندي إشي اسمه معادلات مكملة. شو يعني معادلات مكملة؟ هسه بقول لكم شو هي. بقول لك اكتبها وتساوي، وتساوي S before زائد S after. هاي شو بيساوي؟ بيساوي zero أو بيساوي gap. شو يعني gap؟ فراغ. شو الفراغ؟ لو هذا هذا الديفليكشن كان له زيرو، لو كان عندي فراغ صغير بحط قيمة الفراغ، تمام؟ خمسة فايند ار، الار بيطلع معك. كيف بيطلع معي؟ طبعا شوي تحت عنده سؤال. شو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي هذا الشكل كامل. خليني الخطوات، الخطوات هاي خليها براسك، طبقها على أي مثال بالحياة. اللي بيصير عندي انه هسه الخطوة الأولى شلت السبورت، تحسب اس بي 4، اس بي 4 بيكون عندي ديفليكشن هون زيرو، صح؟ من هون لهون زيرو، ما في عندي ولا شيء. الديفليكشن هون ايش بيكون؟ بي في ال على اي اي، قديش ال ال هاي؟ هاي ال 1 والاريا 1 والاي 1. بروح احكي انا اس بي 4 بيساوي بي في ال 1 على A1 في E1. S after شو بيساوي؟ سالب، لأنه قوة هاي ال P هي الرياكشن في ال L، ال L كاملة، لأنه هاي ال L كاملة، فهاي L2 فالكلية كاملة كام؟ L في L على الأريا نفسها وال A نفسها، اجمعهم مع بعض وسويهم بالصفر. شو المجهول عندك؟ ال P معي وال L1 معي وال Area معي وال E1 معي وال L كلية معي وال A1 معي وال E معي وال RB مجهولة. فشو بطلع معي؟ بطلع معي قيمة الرياكشن. لما طلعت قيمة الرياكشن شو صار السؤال؟ لما طلعت قيمة الرياكشن شو صار السؤال؟ شوف السؤال شو صار. لما أنا طلعت قيمة الرياكشن صار زي هذا السؤال بالضبط، صار زيه. بدل بدل الدي، بدل السبورت اللي هون صار قوه الرياكشن، وبقطع ساعتها طلب مني ديفليكشن كلي، طلب مني ستريس، طلب مني ايش مكان بحسبه. تمام تمام. برجع بعيد، حد عنده سؤال على هاي الطريقه؟ طبعا راح نحل عليها امثله. طبعا في طريقه ثانيه لحل هذا السؤال، بس انا ما بفضلها ابدا، ما بفضلها. طيب اللي هي هاي الطريقه اللي هي طريقة الكتاب فعليا، يعني قال لك إذا عندي هذه هيك بفرط زي هيك، ببلش أشيل وأجمع الديفليكشنين وبسويهم بالصفر. في الستريس راح يساوي بي ال على اي اي أو بي ال 1 على اي. طيب هذا مثال، هذا مثال. قال لي أوجد الرياكشن عند A وعند B.
قال لي ورك هون. طبعا هذا حل، هذا حل ما بديش الحل، انا الحل اروح لكم اياه. لاحظ انه ما اعطاكش اي للماده، مش شرط تعطيك الاي للماده. تعرفوا ليش؟ لانه لما احكي اس بي زائد اس اي بيساوي زيرو مثلا او بيساوي قيمه معينه، الاس اي مع الاس بي راح يعطيني ايش؟ راح يكون بالمقام اي، راح يكون بالمقام اي صح؟ طب لما يكون هذول اللي بيساوي بالصفر مش الاي راح تطير مع الاي؟ راح تقول لي اه معناته خلص ما في داعي. طيب نيجي على هذا السؤال، خلينا ارسم انا السؤال. بحكي لي في عندي سبورت، في عندي شو صغير، ثاني شيء كبير، في عندي لود، في عندي لود، في عندي هاي. تمام، عندي هذا السؤال وحكيت هذا هو وحكيت الفورس A والفورس B reaction. عندي هذا السؤال، أول خطوة قلت شو؟ بتشيل السبورت، شيل واحد منهم، قلت أشيل اللي تحت. أنا هيك حابة أشيل اللي تحت. بترجع ترسم الرسمة زي ما هي. فلما شلت السبورت في عليه 600، في عليه 300. يلا احسب الاس الاس بي 4، اس بي 4 بدها تساوي البي. هسه الاس بي 4 بحسب من مكان ما شلت السبورت، مش بروح احسب من فوق. يلا ديفليكشن عند بي، هاي النقطة بي، هاي هي نفس هاي بس بدون سبورت، شلت السبورت انا. شو بقول لك؟ الديفليكشن هون ما في عندي ولا لود، يعني زيرو. تزيد عليه. ديفليكشن هون بقطع، في عندي ايش؟ قوة 600. يفل على اي في ضرب ال، ال من الشيء اللي قطعته، قطعت من هون لهون يعني 150. طبعا الوحدات خلينا نستثنيها هسه، راح تحل على الوحدات انت وتضرب، بس انا مشان اعطيك فكره السؤال بس. على الاريا، الاريا اعطاني اياها 400، والاي، الاي مجهوله خليها مجهوله. هذا الديفليكشن للاول، زائد برضه لسه ما خلصت، في عندي الديفليكشن الجهه الثانيه هون قبل النقطه، في عندي نفس الشيء 600 وبرضه 150، بس الاريا تغيرت معي صارت 250 في اي. برضه بزيد القطع النهائي راح يكون 600 زائد 300 في نفس الاتجاه 900، برضه في 150 الاريا 250 في اي. هذا بيطلع معي رقم على اي، رقم على اي. بس الاس افتر، الاس افتر نفس الشكل بس شيل اللودات الخارجيه، ما تخلي لي ولا لود، وفرط لي قوه كومبريشن مثلا. هذا لو فرط التنشن هذه بيطلع معي الجواب سالب، يعني بعكس الاتجاه. هاي ايش؟ ار بي. يلا احسب لي الديفليكشن. الديفليكشن هنا عندي ديفليكشنين، ليش ديفليكشنين؟ اللود نفسه والماده نفسها، بس شو المختلف؟ مختلف عندي الاريا، فعندي ديفليكشن بهاي الجهه، عندي ديفليكشن بهاي الجهه، والاثنين نفس الاتجاه. ديفليكشن افتر بده يساوي سالب لانه كومبريشن، ار بي مضروبه في ال، ال كامله هاي كم؟ 300 على الاريا، الاريا كامله 400 والاي مجهوله. بزيد او بنقص يعني، بس انا بحط الناقص، بحب احط الناقص جوا. ار بي ضرب برضه 300 على 250 اي. شو بتعمل هسه بعدين؟ في فراغ تحت عند البي مكان ما شلت السبورت، انا في فراغ، راح تقول لي لا، كونه ما في فراغ معناته هسه بجمع هذول بسويهم بالصفر، اجمع الاثنين مع بعض، الاي كلهم بالمقام، الاي كلهم بيطيروا، ايش المجاهيل عندي؟ ار بي، بطلع رياكشن بي. بس خلص السؤال. والله خلص يا اخوان. هيو ها. صفر زي ما حكيت، 600 في 400 زائد 600 زائد 900، مضروبه في ال هو لانه ال متساويه، مقسومه على اي فطلعت ديفليكشن كذا. بعدين حسب بعد. ايوه بي 1 في ال 1 هاي، وهو اصلا انه لود واحد فسمى ار بي. ايوه هو سوى الاولى في الثانيه،
اللي هي زي ما انا حكيت سواها بالصفر، بعدين طلع قيمة الرياكشن، طلع قيمة الرياكشن 577 ورياكشن A راح يكون 300، بصير عندي سؤال اتزان، إذا عندي هي كذا وهي كذا وهي كذا بجمعهم بعطيني قيمة رياكشن A. لما طلعت قيمة الرياكشن هسه طلب مني ستريس، طلب مني ستريس وين ما بدي بحسب، يعني طلب مني ستريس هون بحكي RA على الأريا للAC، طلب مني الستريس هون بحكي RA ناقص 300 في A هون كذا هون، يعني صار بإمكاني أحسب الستريس وين ما بدي. طلب مني ديفليكشن من سي لبي مثلا، طلب من الديفليكشن هون شو بعمل؟ بحسب ديفليكشن من بحكي اس ايش سي بي بده يساوي بي ال في اي بي ال على اي اي، فعندي انا هون قطع وعندي هون قطع، شو القوة؟ بعتمد على ار اي والالات عندي التين بس. فعندي مثال ثاني كانه نفس ارسم الرسمه تبعتي الار بي اخر شيء بقيم اللودات كامله صح؟ لما تحسب الديفليكشن افتر بتشيل كل اللودات الخارجيه ما بتخليش الا الرياكشن، بحسب الاريا الاولى والاريا الثانيه، الاريا الاولى والاريا الثانيه لانه الاريات مختلفه، بتحسب ديفليكشن زي كانك حليت هذا السؤال، مشان هذا السؤال مشان قديش قعدنا هذا السؤال قعدنا عليه بجوز ربع ساعه مع انه هو سهل كثير، مشان افهمك اياه كان كنت. طيب السؤال الثاني كان نفس الشيء بس في فراغ، في فراغ يعني بدل نلاحظ هون، لاحظ هون انا شو قلت لك؟ حكيت اس بيفور زائد اس افتر يساوي جاب صح؟ الجاب هون كم؟ زيرو. بس بالمثال اللي بعده طبعا هو نفس اللودات ونفس القيم ونفس كل شيء، ايش عملت؟ بقى هاي سويته بالفراغ، هذا الفراغ كم؟ 4.5 ملم، هي 4.5 في 10 قوة سالب 3 وحله تغير الجواب. بس فينا ننتبه على شغله انه اذا كانت الاستطالة الكلية، الاستطالة اللي انا راح احسبها اللي حسبتها الاس بي 4 اقل من الفراغ، اذا كانت الاستطالة اقل من الفراغ فعليا ما راح يكون، لا دقيقة هاي حكاها الدكتور توقع طريقة الدكتور هاي. هسا انا شوي اتذكر مبدأ من صراحة نسيته، لو كان عندي هذا الاشي هيك وهذا الفراغ عندي هون، يعني هيك السبورت هيك الشكل، هسا لو الديفليكشن اللي اجى من الرياكشن اللي هو الاس افتر اقل من ديفليكشن الفراغ فعليا الستريس يساوي زيرو، ما في عندي ستريس. ليش؟ لان فعليا ما في عندي لود، ما في عندي لود قادر انه يوصل لهذا الديفليكشن للزيرو، ما في عندي لود قابل انه يوصل الديفليكشن للزيرو، فاذا الديفليكشن عندي اقل من الفراغ فعليا ما في لود رياكشن، اللود زيرو او العكس والله ما ذاكر صح. اذا بدكم الصح فوتوا على الفيديوهات القديمه مقاومه مواد فيرست فيديو الانديتيرمنت بتلاقوا الصح، بس الفكره انه اذا كان عندي فراغ بننتبه اذا الديفليكشن عندي اقل من فراغ او اعلى في له حالات يعني بصير الصراحه ناسينه. طيب هسه التمبرتشر تشينج ولا شيء بكل بساطه، لو كان عندي هسه بنكون نحكي انه الديفليكشن بيساوي بي ال على اي اي، بس لو كان عندي هذا الديفليكشن لود تسميه ديفليكشن من الفورسز، بس الديفليكشن تمبريتشر بيساوي معامل المرونه ضرب الطول للجسم اللي بتحسب على الديفليكشن ضرب التغير في درجه الحراره. بس كيف يعني؟ يعني هي اس تمبريتشر يساوي الفا ال دلتا تي، هذا السترين، السترين هو الفا في دلتا تي يقسم على ال بيعطيك الديفليكشن. ف بنفس الطريقة لو كان عندي أنا زي هيك بس ما عندي ولا لود جوا، بس قال لي في عندي الدلتا تي بساوي 20 مثلا، يعني مقدار التغير موجب يعني الاستطالة زاد، والألفة مثلا بساوي 1 في 10 قوة سالب 6، وقال لك هاي 20 مثلا، وقال لك الاريا تساوي 10. تمام. فهذا السؤال بدي اقول لك احسب الديفليكشن بنفس الطريقه، شيل السبورت من ديتيرمنت، احسب الاس بي 4، شو الاس بي 4 هون؟ هو نفسه اس تمبريتشر بتساوي الفا ال دلتا تي. تمام هي 20 في 1 في 20، بعدين اس افتر، اس افتر هو ايش؟ بشيل كل اللودات الخارجيه، شو اللودات الخارجيه؟ اللي هو لود الحراره، وبحط عندي قوه كومبريشن
ليش قوة كومبريشن؟ لأنه أنا عندي استطال، فأنا المفروض الاستطالات بتساوي الاستزادات. طيب، أو النقصان بيساوي الاستطالة، فهذا إيش بحكي له؟ S after reaction PL على AA، عشان هيك أنا أعطيتك ال، منساش ال، فإيش بعمل؟ بجمعهم مع بعض، بسويهم بالصفر لأنه ما عندي فراغ، بطلع قيمة الرياكشن. فصار عندي هسه فعليا السؤال، صار فعليا عندي السؤال زي كأنه في حرارة، يعني هيك السؤال لما طلعته صار في عندي هون قوة الرياكشن. طبعا قوة الرياكشن هذا نفس قوة الرياكشن هذا، ما في عندي لأنه ولا لود خارجي، اللود الخارجي هذا حرارة مش لود فورس. هاي مثلا طلعت معي 100، فرضا طلعت معي 100، بس طلب مني ستريس بحكي بي على ايه وخلص. طلب مني ديفليكشن، لو طلب مني ديفليكشن راح احكي الديفليكشن يساوي الديفليكشن الناتج عن الحرارة زائد الديفليكشن الناتج عن اللود. طبعا هو راح يطلع معي صفر، بس لو كان عندي قطعة بالنص يعني ديميتر أقل، يعني كيف أقول لك، يعني لو كان عندي زي هيك بعدين زي هيك ماشي، وهي مسكرة بينهم. لو كان زي هيك، فلو طلب مني مثلا من الديفليكشن من هون لهون ماشي، بدي أحكي الديفليكشن الناتج عن اللود والديفليكشن الناتج عن الحرارة. ما ننسى هالإشي، ما ننسى هالإشي، لأنه عندي ديفليكشنين. يعني أنا لما بدي أحسب الديفليكشن للشكل النهائي بدك تعرف انه انا عندي كانت قوه خارجيه قوه حراره، فالديفليكشن في ديفليكشن ناتج منه. كثير طلاب بغلطوا فيه، بنسوا الحراره وانا اول. فيلاحظ هون حكى لك انه الديفليكشن بيساوي الفا دلتا تي في ال زائد بي ال على اي اي. وهذا مثال على الحراره، نفس تقريبا نفس المثال اللي حكيته سبحان الله، مع انه ولا عمري شفت المثال بحياتي. قال لك هون درجه الحراره زادت بمقدار 75، او انه الحراره كانت سالب 50 وصارت 75. ففعليا دلتا تي بيساوي كانت سالب 50 وصارت 75، يعني سالب 50 سالب 75 وتساوي سالب 125، يعني دلتا تي 125، يعني صار عندي تقلص، فبدي يكون عندي قوة تنشن مشان يصير اتزان فعلا. فهيو دلتا تي سالب 125، الديفليكشن عندي كذا، بعدين الديفليكشن افتر، هيو عندي اثنين ديفليكشن، واحد من المساحة الأولى وواحد من المساحة الثانية، طلعهم سواهم بالصفر طلع قيمة الرياكشن. فهسا لو حسب، لو طلب ستريس، شوف هيو بي على ايه، شوف الستريس، الستريس بالجزء الاول بي على ايه، الستريس الثاني بي على ايه، نفس الفورس بس الاريا مختلفة. هيو بي على ايه، بي على ايه، هاي السترين، السترين هو بس ما قسم على الطول، ف هاي السترين الستريس على ايه، مش عارف شو صراحة. انه هيو لما حل السترين هيو حسب ديفليكشن الحراره، ما هو سترين نفسه ديفليكشن بس انه اضرب بالطول، يعني هيو ديفليكشن لود زائد ديفليكشن الحراره. هيو بس هاي الفكره، انه اخر شيء اضرب بالطول مثلا طلع الديفليكشن. فانا فعليا لما بدي احسب الديفليكشن بحسب ديفليكشن ناتج عن الطول، ديفليكشن ناتج عن الحراره. هيو هيو الجزء الاول ديفليكشن حراره او سترين حراره زائد سترين هاي، والناتج النهائي لو ضربته بالطول بيعطيني الديفليكشن. طيب الفكرة الأخيرة، لو كان عندي indeterminate problem للوصلات، طبعا ده حلو على example أتذكر كنت أشوفه، كان لو كان عندي سؤال indeterminate، لو كان عندي سؤال indeterminate طالب deflection. طب أنا نعرف شغله واحده، انه السبورت عنده ديفليكشن زيرو، تمام. هذا حبل، الحبل دائما قوه شد، دائما قوه شد شو يعني؟ يلا احكي لي شو يعني دائما قوه شد. يعني هذا بده يستطيل وهذا بده يستطيل، هذا طوله اكبر بي ال على اي اي، يعني طوله اطول، يعني بده يعطيني ديفليكشن اكبر. ففعليا يعني راح اوصل زي هيك. هسه هون في عندي زيرو، ما معي قيمه هون، هون معي اس سي وهون معي اس بي، اس بي وهون معي اس اي. شوف معي ثلاث ديفليكشنات. هذا سؤال دكتور وليد جابه مليار مره، اقسم بالله نفسه بس غير الاطوال او غير الاشكال. هذا السؤال لو بدي احله، لاحظ انه انا معي كثير قوه مجهوله. اول قوه قوه السبورت وقوه السي اف وقوه الاي اي، يعني عندي ثلاث قوه مجهوله. يعني هاي مثلا قوه الدي واي رياكشن، وعندي هاي قوه التنشن، طبعا خلص تنشن مباشرة لأنه حبل هذا، وهي قوة الـ AE.
وعندي هون قوة اللود. اللود 120، وعندي المسافات بينهم 8 8 8. هسه لما بدي احل هذا السؤال، هسه انا باخذ المومنت عند السبورت، ليش؟ انا بدي الديفليكشن بالوصلات، ليش لاحسب ديفليكشن عندي؟ ما هو زيرو. بحكي مجموع المومنت عند الدي بيساوي زيرو، راح احكي سالب سي اف في 8 زائد 120 في 16 سالب اي اي في 24 يساوي زيرو. بطلع معادلة بين اي اي وبين سي اف، يعني بحكي اي اي في كذا زائد سي اف في كذا يساوي كذا. هاي المعادلة رقم واحد. معادلة رقم اثنين، سيجما اف واي يساوي زيرو، اي اي سالب 120 زائد سي، لا مش سيجما اف واي يساوي زيرو، خلص بس معادلة واحدة. المعادلة الثانية بجيبها من الديفليكشن كومباتيبلتي ايكويشن. راح احكي هسه اس اي، اس اي اللي هي اي اي يعني في ال اللي هي 15، والاريا معطيني اياها والاي معطيني اياها، واس سي بتساوي سي اف في 8، الاي معطيني اياها والاي معطيني اياها. هسه من الديفليكشن، طبعا هم بكون ممكن يكون معطين ديفليكشن او بطلع من شبه مثلثات. من الديفليكشن بطلع معادلات، يعني هسه لما اعمل شبه مثلثات احكي مثلا اس سي على 8 بتتساوي اس اي على كم؟ على 24، صح؟ صح. بطلع علاقه بين اس اي واس سي، يعني بطلع علاقه فعليا بين سي اي وبين اي اي. لما اطلع معادله بين سي اي واي اي واحطها بالمعادله الاولى، مش بطلع قيمه اللود، مش بطلع قيمه الرياكشن، مش بطلع قيمه البي، راح تقول لي فانا مجرد ما انا عملت زي هيك خلص السؤال. نرجع نعيد. لما احل سؤال انديتيرمنت للوصلات، اول شغله بعملها بطبق معادله المومنت عند النقطه اللي عند الديفليكشن زيرو، او اللي معروف اللي هي السبورت. بطلع المعادله بين القوه الاولى والقوه الثانيه. المعادله الثانيه بجيبها من الديفليكشن، هاي بزيد وهي بزيد اكثر لانه طوله اطول، بيجي زي هيك. بعدين بحكي الديفليكشن، بعمل تشابه مثلثات، الديفليكشن بين هذا وهذا بعمل تشابه، بيطلع علاقه معي اس اي واس سي، بيطلع بينهم علاقه. يعني فعليا مثلا بيطلع معي مثلا 1.5 اي اي تساوي مثلا 2 سي اف، تمام. فهاي المعادله بحطها بالمعادله المومنت اللي طلعتها اول شيء، بطلع احدى المعادلات، بطلع سي اف واي. لما طلع سي اف وطلع اي اي بطلع الديفليكشن لهم. لما طلع الديفليكشن لهم يعني صار معي ديفليكشن هاو ديفليكشن هاو. طلب من الديفليكشن عند بي، شو بعمل؟ تشابه مثلثات بين هذا وهذا. واضحه الانديتيرمنت للوصلات؟ هيها حك الديفليكشن هون بيساوي كذا، ديفليكشن هون بيساوي كذا، والثيتا مجهوله. طبعا الثيتا ما لهاش بالطريقه. بعدين اخذ فري بادي ديجرام، طلع قيمه الثيتا، بعدين عوض طلع الفورس، طلع بعدين ديفليكشن. الثيتا اللي هي سلوب، بس هي شغلات مش ماخذينها الكتب الثانيه، بتاخذ الطريقه اللي بشرحها انا. تمام، الفيديو اللي بعده راح يكون على الكومبوزيت، وهيك وقتها بنكون خلصنا تشابتر 2. الفيديو اللي بعده راح يكون للكومبوزيت بار، وهيك بنخلص تشابتر 2. طبعا هذا المثال ما شرحته لانه شوي غلب، يعني باخذ المومنت هون برضه نفس الشيء، قوتين تنشن مثلا، هاي وزادت شوي، هاي زادت اطول، نفس الطريقه اللي حكيتها، يعني عادي ما في شيء جديد. هاي يعني بالعكس الانديتيرمنت ثابت، معادلتين مجهوله، يعني معادله مومنت ومعادله ديفليكشن. وفي شيء سهل انه دائما بيعطيك نقطه عند الديفليكشن زيرو عشان تعرف كيف توصل. ما نفس الشيء، لا هذا كومبوزيت بار ما في، متهيألي والله ما اعرف. طيب خلينا نحل هسه على الكومبوزيت بار، بعدين البوزين ريشيو. هي والله لسه الشابتر بده كمان زوم، شابتر 2 الزوم الجاي راح نخلص شابتر 2 ان شاء الله. حد عنده سؤال؟